نعم هتلاقي حركة كمدينة بقت خلاص يعني الحمد لله، يعني خلاص قربنا ان شاء الله قريب جدا هتبقى لا خالد بيه، الميزه كمان ان انت عامل ربط في من كل مكان زي ما احنا بالظبط. شايفين كده كل هتلاقي حضرتك المونوريل في حته، وهتلاقي ال ار تي موجود داخل موجود في حته، عشان مظبوط. ده بيخدم في منطقه وده بيخدم في منطقه. هتلاقي حضرتك كل المناطق زي ما حضرتك شايف خلاص، الخضره خلي بالك احنا دي من اول يوم المدينه متصممه على 3 حاجات، انها تبقى جرين، انها خضره، خضراء، استدامه، نعم ذكيه. عظيم. من اول يوم عشان كده حضرتك شايف لما تبص في اي حته هتلاقي حجم يعني احنا قلنا واحنا بندرس في الاول خالص المواطن كان ليه نص متر في القاهره من الخضره، نص متر هنا الحد الادنى 15 متر من الخضرة، نص متر في القاهرة، هنا حد 15 أدنى متر خضرة. في بعض المناطق بتعدي كمان كده. عشان كده المبنى ده ايه؟ دي مدينة المعرفة تبع وزارة الاتصالات، دي اتصالات. موجودة الجامعة موجودة وشغالة دلوقتي حاليا. احنا عندنا هنا حاليا شغالة. عندنا حاليا 5 جامعات دلوقتي شغالين، يمكن خمس في جامعات. عندنا ما يقرب من 8000 ل 10000 طالب حاليا بييجوا كل يوم من جامعات. طبعا الجامعات كلها مختلفة، إقامة هنا ولا عمل لهم لا سكن ولا بيروحوا لا بيجوا؟ بيروحوا ويجوا. ولا بعد بعد كده الجامعات تعمل بعد مدن، كده في حضرتك مدينة احنا جامعية، احنا مدن؟ بندرس حضرتك بعض الحاجات، لكن دي كلها جامعات خاصة مش جامعات تتبعنا، نعم فجامعات خاصة لينا. نعم وده بقية المنطقة حضرتك زي ما شايف الحمد لله، لو حضرتك شايف الإنشاءات يعني حجم الإنجاز يعني طبعا يحسب لكل من اشتغل في المشروع ده. ان احنا المنطقة دي يمكن حضرتك لو جيت 3 سنين، لو حضرتك حتى يعني رجعت للتصوير احنا ما كناش واقفين هنا، احنا لا كنا واقفين لو افكر تحت حضرتك في 38 البرج، يمكن. واقفين في البرج اللي تحت ده، احنا كنا واقفين في النص هنا ما حضرتك، كناش هنا. كنا في البرجين اللي هو اللي هناك الازعاج دول. دول، كنا واقفين على البريدج هنا وبيدوق بالنص هنا، ان احنا ما كناش صح وصلنا لحد هنا صح من 3 سنين بالظبط. آه. يعني 3 سنين النهارده حضرتك يعني زي ما حضرتك شايف يعني فرق كبير. فرق. المبنى اللي هناك ده ايه، جامعة ده دي ولا حاجة ده جامعة ألمانية، دي جامعة جامعات جامعة جامعة ألمانية تبع الألمانية؟ الحكومة الألمانية، دي الجامعة الألمانية. وزي ما حضرتك شايف برضه عدد الطلبة، شغالة في واضح اهو شايف الطلبة دي عدد. حضرتك يعني شغالة حضرتك. نعم والجامعة والجامعة برضه بتعمل توسعات، لأن طبعا عليها إقبال فبتعمل توسعات، طلبت من الأرض الملاصقة ليها الأبراج اللي تحت دي ايه؟ هتبقى ايه؟ دي أبراج سكنية، سكنية. اللي هو اللي هنا واللي في قدامنا ده حضرتك دي كلها أبراج إدارية، وفي هنا فندق تحت، البرج اللي موجود تحت ده فندق، واللي احنا فيه دوت برضو موجود في فندق، في حوالي 20 دور موجودين في فندق موجود هنا، وبعدين منطقة سكنية، والباقي كله مكاتب تحت في البرج الأيقوني. عظيم. ننزل ننزل ناخد جولة تحت، ننزل ناخد جولة. احنا الدور 74 حضرتكم، احنا في ايوه البرج الأيقوني، وزي ما قال المهندس خالد عباس مفيش جنيه، مش كده؟ مفيش جنيه مفيش جنيه يا فندم. من وزارة المالية. يا فندم وزارة المالية بتاعي الميزانية بتاعتها، أو يعني بما أنا كنت يعني سابق قبل كده ملتحق للحكومة، لو لقيت في الموازنة بتاعت وزارة المالية بند يقول عاصمة إدارية حضرتك بصوا عليه، الموازنة بتنزل وتنشر وتعتمد في مجلس النواب والحاجات دي كلها، ولا جنيه ولا جنيه من موازنة ولا أي الدولة. حاجة. قال لك ولا أصلا حاجة. ضيعتوا فلوسنا وأنتوا سبب، قال لك كده، أنتوا العاصمة دي سبب الديون اللي علينا. حجم الاستثمارات حضرتك واصول الشركه دلوقتي يعني اعتقد ان احنا في قريب جدا هنبقى من اكبر شركات الشرق الاوسط، سواء ملكيه اراضي سواء ملكيه اصول او سواء وصفقة قد ايه؟ اصولنا النهارده حضرتك تقدر تقترب من 250 300 مليار جنيه اللي موجوده على الارض. على الارض ده لسه 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 المرحله مستقبل الاولى. لسه المرحله الاولى نتكلم عن هنا حضرتك. حضرتك بتتكلم على هنبقى واحده من اكبر شركات ان شاء الله في المنطقه ان شاء الله، الشرق ده الاوسط. الهدف ان شاء الله، ده الهدف، ده الهدف وهنوصل له ان شاء الله قريب، وهنبص على اللي بعدين ان شاء الله. لا ما ضيعتوش فلوس الناس، اصل قال لك ضيعوا فلوسنا. ما انا خليني النهارده قلنا ايه؟ جايين عشان نرد ونتكلم الرد، نقول الرد للناس. انا الرد هيبقى ان شاء الله في الجمعيه العموميه. الجمعيه العموميه. هنشوف عوائد، هنشوف الارقام اللي طالعه للدوله، لا عايده للدوله، لان دي كلها المساهمين كلهم من جهه مكاسب. الدوله، مكاسب، حجم حضرتك الاستثمار، حجم الاصول النهارده، يعني النهارده هيك الشركه بتمتلك مثلا الحي الحكومي، النهارده لو قدرت الحي الحكومي النهارده كرقم يعدي 70 80 مليار جنيه، كانت الدوله نفسها ميزانيتها ما كانتش تتحمل، لكن كشركه من عوائد الشركه يتبنى الحي الحكومي، المنطقه اللي حضرتك شايفها دي كلها، وقدرنا نبيع على حس الحي الحكومي، حي المال اللي هو البنوك، البنوك دي